همه بيك. ربنا يخليه لك. ايه رايك في الجاكيت؟ جاكيت مقاسه ده بيتنفخ بالهواء ولا هو كده؟ طيب وهنا حجمه وده. طب اذا كان انا بحترم في حاجه ان قال لك انا ما بغنيش ليه الجهات مصرحه تغني؟ فامتحنته اول واحد امتحن بصفتي ان انا برقص اللجان. قلت له يا ابني لا تصلح. فجاي بعد كده عن طريق مسؤول انا عمل له لجنه وشكل له لجنه سته من اللي انا امتحنتهم ونجحتهم فسقطوه. فبعد كده قال طب ده اعمل له ايه يا رب؟ عايزينه يغني، هنجيب له مدرب دكتور فلان. هو الغنى بيجيب له دكتور؟ انا انت ايه؟ انا اللي هعبي الشريط بصوتي. حسن شاكوش. حسن شاكوش مطرب صوته لا باس به بيغني، لما بيطلع الجواب جوابات بيبقى جواب غير مثقف. ليه؟ انت لما بتطلع بتنط بتقول القرار او منطقه تحت وتطلع فوق لازم تاخد بالك ان الناحيه الحسيه بتتغلب عليها الناحيه العصبيه، فدي بتخلي الغنى غير مثقف في مخارج الالفاظ. طبعا انا بقول كلام عايز بخور عشان نفهمه، لا ده العلم بيقول كده. عنبه اللي فوق دي تكعيبه ولا ايه؟ شعره هو عامل قصة. احنا في 2022 هل يعني هو دلوقتي اللوك يعني عادي ممكن يكون. انا سمعته مره لا باس، ولكن كلمه لا باس مش كفايه. اللي هتقوله ايه وتقدمه للناس والناس تردده، عندما تردد الناس الاغاني انا هنحني لك، انما طول ما الناس بتفقر وتعمل انت عارف الست اللي بيعملوا لك وديه وزار غنانا كله كده. هل الست اللي بيلبسوها الطرح وبتفقر لما بتفوق بعد ما تقع بتعرف هي قالت ايه؟ لا طبعا. هو دي المدرسه اللي احنا فيها.